مصر الجميلة، قصص عن الالتزام عن الاحترام، لكن الحقيقة ما تخيلتش ان بشكل او باخر هيكون المحور اللي احب ابدأ بيه هي قصة حب. قصة حب عظيمة وجميلة ومصر كلها شهدت عليها واكتشفتها بعد 62 سنة، للأسف اكتشفتها وهي بتخلص. النهارده معايا ومنورني الجميل الرائع القدير الأستاذ رشوان توفيق. منورنا يا أستاذ رشوان. أهلا بك يا حبيبي، أهلا وسهلا. يعني أنا زي ما قلت في البداية يا أستاذ رشوان، يمكن كلنا صحينا، مصر كلها صحيت، إحنا واخدين على قصص الحب اللي هي بتاعت الشباب والرومانسية والأغاني، لقينا إن في قصص أجمل من كده. الحمد لله. 62 سنة يعني مصر كلها صحيت على قصة ما شافتش زيها قبل كده. الحمد لله. أنا عايز أبدأ مع حضرتك من القصة والله دي. والله ربنا يرحم الحاجة. يعني أنا اتجوزتها 17 سنة. يعني وهي عندها 17 سنة؟ هي عندها 17. حضرتك كان عندك كام سنة؟ وأنا كنت 24. يعني كنت أنا لسه في الجامعة، ما أنا الفن ده كان بيبلغوهم أنا في الفن يعني. وبعدين جينا 24 سنة. حضرتك كنت لسه في الجامعة، يعني كنت عايش في بيت أهلك؟ بيت أهلي مع أبويا وأمي. يعني حضرتك اتجوزت؟ كان انتقل. ابويا كان انتقل، كان توفى رحمه الله عليه، والدتي يعني. وبعدين احنا في الجامعه كان فرقه كليه الحقوق دي ضربه جميع الفرق يعني في الجامعه. وتاخد القناع وتاخد تضرب عين شمس وكله واسكندريه. دي الاولى، لان مجموعه الممثلين اللي موجودين كانوا عتاوله، احمد توفيق مخرج كبير، وعثمان محمد علي، وبدر الدين جمجوم، وانا وفوزي درويش الله يرحمه اللي هو بطل المسرحيه. عملنا شهريات. اختها كانت جارتي، جارتنا. وامي كانت من اولياء الله الصالحين ويتعلقوا بيها دايما. انا لا في دماغي اتجوز ولا في دماغي حاجه من هذا القبيل. ولسه طالب في الجامعه يعني 24 سنه، ما طالب، ما فيش الفكره دي، مش موجوده خالص. المهم حضرتك شازوم، عملنا مسرحيه شهريار. فبعت لاختها تذاكر. انا كنت شفتها مره، لا تحدث احد يعني. انا سبتها في مساء الخير بدماغها كده وما ردتش عليا يعني. هتلاقيها كانت موجوده يوميها في المسرحيه، لا يوميها في البيت عند اختها. في البيت. كانت لهم التذاكر، فضلوا حايلوها انها تروح على المسرحيه. مش عايزه تيجي تتفرج على حضرتك. ما تعرفنيش. قهروها انها ايه تيجي معاها، انها تنزل. المهم جت، وحتى اختها دخلت لي الكواليس وهي ما شفتهاش برضو. المهم ليا بنت اخويا الكبير، اخويا من قاعدين يتكلموا ثلاث بنات مع بعض. فاختها قالت لما اتجوز واحد اكافئ معاه ويطلع في الاخر يبص لواحده ثانيه، لازم اخد واحد جاهز. فالحاجه قالت لا انا اتجوز واحد اكافئ معاه، كل ما بننجح نفرح. مهم بقى، انا سمعت الكلام ده يعني شيء ما يتصورش في بالي، انها تتجوز واحد تكافح معاه. جبنا ثلاجه فرحنا، جبنا ما اعرفش ايه فرحنا. انت حضرتك يعني ما فيش اي حاجه مش شايفها، ده انت سامع صوت من بره، بنت صغيره مناقشه بين ثلاث بنات صغيرين، واحده بتقول انا عايزه واحد جاهز، والثانيه بتقول لا انا عايزه واحد اكافح معاه. يعني كده، وانا ما كنتش في دماغي جواز، انما كنت اتمنى ان واحده ايه تكافح معايا. تأثر حضرتك كفاح. بعد حاجة وستين سنة للكلام كأن حضرتك بتسمعه النهاردة. أيوة. أمال إيه؟ أنا ببكي لوحدي وأنا قاعد في البيت. المهم اتجوزنا ووافقت إنها تعيش معايا مع أمي، وكافحت معايا المشوار كله، وربنا سبحانه وتعالى أكرمني إنها كفحت معايا في السراء والضراء، باختصار كده كفاح. ولذلك أنا يعني كنا بنشتغل أول ب 19 جنيه في الشهر، خريج جامعة كان بياخد 14، وإحنا نعزة العالية كنا بناخد 19 عشان التلفزيونيين بقى. يعني الدرجة أولى يعني. وبعدين رحنا مسرح التلفزيون ب 30 جنيه. أنا عمري ما شربت سجارة ولا حاجات من هذا القبيل خالص. عمري لم تمر حضرتك بهذه المراحل اطلاقا. ف
فانا ولا مع النجوميه ولا مع السهرات ولا مع الاجواء الفنيه ولا الكلام ده، مفيش. وانا بقى كنت بديها 30 جنيه تدير بيها الدوله، اما ربنا كرمني وفتح لي باب الرزق بفضل الله الواحد الاحد، انا بديها كل حاجه واخد مصروفي. بعد ما حضرتك بقيت يعني مع النجوميه وكل الكلام ده، أعرفش. حضرتك تستلم الاجر حضرتك في اي شيء وتسلمه للحاجه رحمه الله عليها، تدير شؤون دوله رشوان توفيق. مفيش يعني. وبعدين كفاح ربت ولادي احسن تربيه، على خلق وعلى دين ومثاليين ومش احنا ما متشدد، مش متشدد، انا راجل بسيط جدا طبعا حضرتك يعني، لا وفنان يعني طبعا، انما شالتني بشكل يعني لا يمكن تتصور. طب استاذ رشوان يعني وحضرتك كده كنت شاب ووسيم ويعني وفنانات وكل الناس بتحب حضرتك في الوسط، ما وسط المغريات دي ما يعني ما حصلتش كده بره اي مغرى من المغريات؟ على فكره هي كانت جميله جدا، قمر شعر اسود فاحم وطول، ويعني ربنا ما حضرتك حتى في ستات بيتجوزوا ملكات جمال ورجال، عفوا قصدي بيتجوزوا ملكات جمال، يعني يعني الرجل طبعا الرجل طبيعته كده. ولذلك وربنا في القران قال واربعه ما ملكت ايمانكم كمان، ان انا عمري ما خنت اميمه ولا فكرت. ويعني ممكن كنا نختلف في حاجه او بتاع ده انا في مسلسل اسمه وداع وعشاء كان بطولتي، كان مجموعه كبيره من الممثلين يعني، فانا كنت عامل جزء الفنانه العظيمه رجاء الجداوي، تاخد بالك؟ ربنا يديها الصحه، في مشهد يا رب يخليها اميره وجميله ودمها خفيف في الحقيقه يعني، طبعا ست رائعه. بعدين في مشهد خناق بيني وبينها، فقلت لها يا رجاء وانا بخانقك اقول لك يا حبيبتي، وانت بتخانقيني قولي يا حبيبي، فاقول لها يا حبيبتي انا قلت لك ما تروحش عند بنتي، قولي ما يا حبيبي انت قلت ما اعرفش ايه يعني، لما اتخانق كانت تقول لي برضه يا حبيبي وانا اقول لها يا حبيبتي، فانا قلت ده في التمثيليه. يعني حضرتك كنت بتعمل ده عشان تكون مقنع، لان انت في الحقيقي لما كنت تتخانق مع حاجه رحمه الله عليها كنت لازم. بعدين الكرم بقى من الرحمن، كرم كبير جدا مع يعني، انا قلت مره في حديث وبقوله لك المره الثانيه، انه مع كل نفس بتنفسه لا استطيع ان اوفي الرحمن نعمه، لا اوفي الرحمن نعمه بالله. ولذلك وربنا كرمنا نتيجه كفاحنا ده حجيت 7 مرات، وانا حجيت بفضل الله 7 مرات، ده غير كانت تطلع عمرات. وبعدين ما كانش متشدده في حاجه ابدا يعني، كانتش بتغير هي. انت تعرف ان انا بروح ازورها امتى؟ امتى؟ حضرتك انا اعرف ان حضرتك يوميا بتروح. انا بروح لها 6 الصبح. كل يوم 6 الصبح؟ لا مش كل يوم. انا نفسي اروح كل يوم، انما يعني اروح لها 1-2 في الاسبوع، لازم اروح مرتين ازورها. 6 الصبح؟ لا في الامام الشافعي. طبعا الامام الشافعي. لا يعني هي بعدين لما مرضت مده طويله، انا ما اخرجش من البيت طول، اعتذر عن اي عمل عشان ابقى موجود في البيت، احسن حد يتاخر ياثر معايا في حاجه. ويعني على مدار السنين دي يا استاذ رشوان، يعني كانت هي تفاصيل الحياه دي كلها ما شبهاش شوائب، ما حسيتش للحظه انك يعني في اي حاجه ممكن تخل بمنظومه العلاقه الجميله دي؟ ابدا. هي انا اساسا بطبيعتي مخلص في اي حاجه يعني، عمري ما اخدع ولا اخون ولا اكون صريح في اي حد اكلمه كده، انما هي ادتني عمرها، ادتني شبابها، ادتني حياتها. ايوه بس استاذ رشوان حضرتك كنت صاحب مدام سعاد حسني وصاحب جميلات السينما كلهم ومثلت معاهم، ويعني كل الناس بتعتبر حضرتك يعني كمان يعني شخصيه استثنائيه واحترام كبير. وأنا ما كانش ده الستات بتغير ازاي؟ ما كانش بتغير، أنا احبهم بشكل ما عندكش فكره ازاي، بس هم كمان يعني اتمثلت مع مدام سعاد ناديه، ومثلت مع ناديه هانم لطفي الهانم الكبيره دي، ومثلت مع كل زمايلي وزيزي البدراوي وكلهم، يعني الحمد لله كان في احترام شديد، وكل الناس عارفه ان انا مش متشدد في الدين، انا بسيط جدا ونكت وهزر، وبعدين اضحك معاهم وهزر معاهم حتى في اي ظرف.
انما عمري اذكر يعني انثى جميله وبعدين ادتني عمرها ادتني شبابها وكافحت معايا. بقول لك هقول لك حاجه، انا كنت مسافر مره، الرحمن ما تخلاش عني ابدا، تبارك وتعالى في السماوات والارض ما تخلاش عني ابدا. نعم. بس الانسان ضعيف طبعا. فانا كنت مسافر سوريا، مسافر سوريا والمرتب بتاعي، احنا مرتباتنا كان بسيطه في المسرح، ما كنتش اشتغل، ما تقضيش البيت. مسرح التلفزيون، مسرح الدوله بعد كده كان مسرح التلفزيون وبعدين مسرح الدوله. المرتبات بتاعتنا مش قويه، ما كنتش اشتغل ما تغطيكش طبعا. فشوف الرحمن وعطفه عليا بقى، ده زمان. وبعدين نايمه جنبي كده وانا بكلم نفسي، ببص لها كده بالليل الساعه 11 بالليل كده، بقول لها ايه انت في فلوس؟